السلام، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوى سميتها حلوى ديال دوزام. بهاد المرشم هذا كيقولوا لها دوزام. المهم كتجي لذيذه وزوينه ومقادير بساط بساط جدا، يعني كل شيء كيكونوا متوفرين، ماشي شي حاجه اللي كتكون يعني ما تلقايهاش ولا كل شيء كاين. المهم خليكم معنا تشاهدوا المقادير. بالنسبه للمقادير كنديروا زلافه ديال السكر كلاصي، تغربي العين مزيان باش ما يبقاش مكور، عارفين السكر كلاصي كاين طري كيتكور، مع ربع ديال الزبده وحساب نص كاس ديال الكوك وشويه الملحه. ضروري الملحه ديروها في اي حلوه. غادي نزيد جوج فاني وغادي نخلط هاد المكونات كاملين وغادي نرجع معاكم. غادي نزيدو ربعة البيضات، ربعة، غادي نزيدو زلافة ديال الزيت ولا جبانية ديال الزيت، قد الزيت قد الزيت قد السكر كلاصي، زلافة زلافة. ما تنساوش قبيصة الملح. غادي نزيد ثلاثة ديال الخمارات، ها واحدة، دابا نزيد بكيك. غادي نزيد الدقيق بشوية بشوية حتى يجمع لينا العجينة. تجمع هاد العجينة مزيان، ندخل الدقيق في بعضياتو يندمج العجين كامل مع الزبدة والزيت والبيض السكر كلاصي تولي عجين. في هذه المرحله غنخلي الفيديو ما غاديش نقطع حتى تشوفوا السمك ديال العجين وكيفاش غادي تولي بشويه بشويه باش تعرفوا شحال زدنا ديال الدقيق. شدلك نزيد الدقيق راه كتخرج هاد الحلوه بزاف. شحال تقريبا كتخرج؟ خرج لاطه كبيره، لاطه ديال الفران كبير الزنقه ديال الفران ديال الزنقه.
لا نكون غادا الفران غنصور لكم. صورت الفران دابا واخا دير كاع عادي نزيدك الدقيق بلاتي هاديش فتحت هادي اللي رديتي ليا بحال الصابلي بدات بحال العجينة ديال الصابلي كيف ما شفتوا هاد العجينة كيفاش ولات ديري لي واحد الكورة في يدك باش يشوفوا هكا ديري لها مهم انا غادي نوجد اللاطه ديال الفران وغادي نشارك معكم كيفاش غادي نشكلوها يلا بقاو معايا وهنايا البنات في هاد الطبسيل درت شويه ديال السنيده وكندير غادي ندير معاهم جوج فاني سكر فاني ضروري باش يجي منسم هو السنيده كنخلطو بحال هكا باش توزع الفاني في السنيده كامله وكيفاش غادي نديرو عاوتاني غادي نجيب لاطه شفتو كيفاش كتكور هكا وما هادو الكويرات انا غنوريكم انا نجيب لاطه ونجي معاكم كيف ما شفتو كتكورهم على هاد الشكل وكديرهم في ندير الكويره في هاد السنيده وفاني وكنحطها في اللاطه وكتبدا تقدر ترشمهم بالمرشم بحال هكا كتحط فيهم هاد الفانيله هادي بنان كنقولوا ليها كنقطعوها بحال هكا وكنحطوها على الوسط بحال هكا بارطاج تفضلا وليس امرا تعاونوا مع مسكينه تعاونوا مع يلا بهذه الحياه الزوجيه ويلا عندها وليات ويلا شوفي بحال تحزري فيا شحال مشيت شحال مدينة فكريني سعيد بهاد المرشم هاكا تخاف سير هادي الفران دابا المهم هاي الحلوة يلا يلاو معنا الفران شوية كنطيح هيا اختي هزات اللاطه شويه ديالي
ما عاودتها صافي طيب مزيانة صافي الصحة ايوا تبارك الله عليك زيدوا الحلوى ها الحلوى ديالنا هي الوسط كيف ما شفتوا اخوتي ها هي الحلوى خرجناها من الفران راه باقا سخونه حنايا دابا غادي نديوها للدار وغادي نحطوها في شي طبايط سائل ولا سوبيره ونغطيوها ببلاستيك باش ما تبردش ايوا المهم غادي نسالي معكم الفيديو هنايا نتمنى يعجبكم وراه ما بغيتش نطول عليكم ايوا تسناو معايا فيديو اخر ان شاء الله وكيف ما قلت لكم ما تنساوش كيف ما قلت لكم ما تنساوش دعمكم ليا القناه ولي لايك ديالكم